الان التصوير راح يكون بالبلد اللي شرحت عنه. ان شاء الله تلاحظون الاهتزاز كيف يكون سلس، ما تحسون بالاهتزاز. طبعا احنا نمشي الحين في السياره فيها اهتزاز، الكاميرا اللي كنت استخدمها قبل فيها مانع اهتزاز، لكن بالجوالات بعض الجوالات ما يكون فيها مانع اهتزاز ديجيتال او ميكانيكي. بعض الجوالات برضه تختلف الكاميرات حقتهم من جوال لجوال، بذي القطعه تحل المشكله كلها. اكثر الجوالات برضه الكاميرا الاماميه ما فيها ابد مانع اهتزاز ولا ديجيتال، وبعضهم فيهم بس ديجيتال. ف بدي القطعة راح مثل ما قلت لكم تحل لكم كل ذي المشاكل. خلينا نكمل الفلوق. المايك فصلته، الحين المايك الجوال شغال لانه في مطر فما بيه يصير له شيء. اتمنى مثل ما قلت لكم انكم تحسون بالاهتزاز، هو كيف ان الجوال الحين انا يعتبر حركه بسرعه وهو ما يتحرك. شنو افسرها عبد الله؟ شنو اقول له؟ اركض وجرب. لما تركض مو يتحرك الشاشه، الحين اركض وشوف شو يصير. طبعا مثل ما قلت لكم ان البرنامج اللي استخدمه انا برنامج الكاميرا الايفون الرسمي، في برنامج خاص للقطعه بس ما استخدمته. يتكلمون الناس يقولون يقلل الكواليتي، فمخليه على البرنامج الرسمي. كذا هل تعرفون كيف السرعة الجري اللي اجريها؟ والله مطر. شلون الاجواء؟ اجواء فانتاستيكا، بس والله برد. بس برد ومطر. لا لا عندي برد الحال احسن. مطر انت مو لابس هذا. انا لابس زين، ما عندي مشكله. بس البرد شوي. خلنا نمشي، شوف البرد ثلج ما ذاب من هنا. تمشي. قوم خلاص. لف كم لفه. تبي نروح شلال بعد؟ والله ما رحت. كيف عبد الله كان يبني نروح الشلال، لكن والله مع هالجو يا عبد الله اسف، والله برد. هذا ثاني رمضان كذا، انا برجع السعوديه الحين اروح حق الحر ونتخلك هنا. ايش رايك الحين؟ راح اسبني يعني فرحان اني بروح هناك حق الحر. والله حط حسب رمضان مني احسن. رمضان هنا احسن بس الوقت اطول. ما تهتم انت انك ما عندك دراسه الحين، الاسبوع الجاي بتدرس وتشوف شلون.
ما راح ادرس الاسبوع ونص في رمضان بس مو ثقيله. شوف كيف السلاسه برضه في التحريك اذا رفعت الجوال، شوف كيف او انزله. طب نلعب طائره برضه، شفت الجو شلون يدفى؟ يدفى مالك ولا ما يدفى؟ والله والله برد، وهنا بين الجبال يمكن ابرد من المدينه. خل ارجع عيد الميزات للقطعه دي نفسها، تكلمت عنها طبعا فيديو منفصل عنها، لكن انا بتكلم مره ثانيه. هي فيها ثلاث محاور للاهتزاز، راح تثبت الجهاز حقك تثبيت، راح تحس فيه ان التصوير اللي تصور مش بكاميرا الجوال، كاميرا احترافيه. فيها برضو الزوم من نفس القطعه، وفيها حركه السيلفي اللي حطوا فيها، وفيها مدخل يو اس بي تقدر تشحن فيه جوالك. القطعه نفسها ذي تطول تقريبا الى 15 ساعه عمل، وفيها نظام الحين تقدر تخليها على اللاندسكيب والبورتريت اللي هو يعني الوضع الارضي والوضع الطولي، وفيها برضو تراكينج مثلا تحطها على اي مكان وتحدد الشخص اللي تبي تتبعه. الشخص اذا تحرك تتحرك مع القطعه، طبعا ما تمشي بس تفتر يعني إذا لف يمين تلف مع يمين. هذه الأشياء اللي فيها. أي شخص عنده كاميرا احترافية، كاميرا تصوير ممتازة، ما أنصح فيها بذي القطعة. الكاميرا راح تسوي لك كل شيء بذي القطعة، غير بس الشيء الوحيد اللي ما راح تسوي الكاميرا العادية إنك تتبعك بس. فالكاميرا هي أصل تصوير، هذه بس شيء إضافي لو عندك جوال وما تبي تشتري كاميرا. طبعا اتمنى انكم ركزتوا على مانع الاهتزاز وكل شيء، ما ركزتوا على الطبيعه. اتوقع انكم مركزين على الطبيعه اصلا، مسحبين على القطعه وكل شيء. عندنا احنا ثاني رمضان، بكره انا الصباح راجع السعوديه. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.